السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايما نبدو هضرتنا وكلامنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه ألف صلاة وألف سلام. كي راكم الزينات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير، ولا فيديو نتاع اليوم تلقاكم بخير ومهنيين. راني نطول شوية عليكم الغيبة، راني نحطلكم دي فوا نهار بنهار، دي فوا نهار بيومين، سا ديبون كل نهار وكيفاش. نبغي نحطلكم حاجة جديدة، نبغي نبدلو شوية، دي فوا روتين، دي فوا وصفات، دي فوا خرجات، دي فوا مشتريات، كل خطرة وكيفاش. ألوغ فيديو تاع اليوم فغيمون متنوع بزاف، نتمنى إن شاء الله يعجبكم، وإذا عجبكم أكيد متبخلونيش بهداك الجام للدعم والتشجيع، وباش لا فيديو تطلع شويه وشوفوها بزاف الشيلات. هنايا بديت معكم بالقهوه. شوفوا اختكم كيما كي نقولها لكم، مدمنه تاع قهوه كحله، كون قاعد نشرب قهوه حليب، ولكن لازم نختمها بفنجال تاع قهوه كحله، باش كيما نقول انا دائما نقعد به راسي. المهم شريت انا بيتزا، كنت دايرت لهم بيتزا الحشا، وجدت العجينه. شوفوا انا من دائما كيما عودتكم، كي ولفتوني من يكون عندي النهار شارجي ولا انا عندي صوالح، ولا دائما ما نخرج حتى نوجد حشايه. الوغ كان عندي نهار السبت خارجه، وجدت العجينه تاعي، لاصوص شريتها للامانه، ودي جاوريتها لكم. اللي بغيت تشريها تشري كاب بنينه بزاف. شوفوا ما تجي حامضه، ما تجي ما تحسيش باللي راكي دايره تاع برا ماشي تاع الدار. هي لا مارك كاب سبيسيال تاع بيتزا، وريتكم العلبه تاعها. صدقوني من اروع لي صوص اللي ممكن. شوفوا انايا جامي وجدت كيما خدمت هكا بان صوص واجده. اختي ميمي راكو عارفين العاملات وكل شيء، دي فوا يبغوا هاد الصوالح واجدين. هي الوغ قالت لي جربتها، قالت لي جربيها وردي لي الخبر. الوغ درت عليها وجربتها وعطاتني نتيجه ما شاء الله. هنا بغيت نهضر غير زوج كلايم على هذوك المعلمه الاستاذه اللي ضربوها، اللي ضربها التلميذ. وشوفوا وقت وصلنا له، سبحان الله. انا دائما نحكيها لوليداتي، نقول لهم الوقت نتاعنا من كنا نقرو حنايا كنا نحشمو، كنا نخافو، كنا نقادرو، كنا ما تهضريش وتخافي، ما تهضريش دركا ولو في السوية. شوف اصعب اصعب راها مرحله في الدراسه هي مرحله تاع السوية، باسكو عندي الو دائما يحكوا لي ويقولوا لي باللي اصعب مرحله هي مرحله المتوسط، لانها بين كيما نقولوا حنا من الطفوله بيروح للمراهقه، يبغي يفرض رايه، يبغي يفرض عقليته، يبغي يكون شخصيته، يحس روحه زعما بلي مرا، تحس روحها بلي مرا، راجل يحس روحه بلي راجل. ولازم المراقبه والردع بزاف 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 صوالح، باسكو ولينا دروك نسمعوا شي صوالح والله تخلعي فيهم وتحيري فيهم. شنقولوا الله المستعان على هذا الوقت اللي وصلنا له، وصاي وربي ان شاء الله غير وليداتنا يخرجوا طايعين لله اول حاجه. باسكو الواحد من يكون يخاف من ربي ويخاف من العقاب، تعال دائما تهضري له باللي لازم يكون انسان مليح، لازم يكون مدين، لازم يخاف، لازم الوغ ما تخافيش عليه، لان دائما عنده هذيك هذيك مش عارفه في الداخل فيه تلقي فيه هذيك الخوف وهذيك الرهبه من عقاب الله. هذا ما نقول الله يهديهم وصاي ويحفظنا وليداتنا ويبعد عليهم اصدقاء السوء. انا شيرات بغيت نتقاسم معكم دائما بعض المشتريات والتحضيرات ان شاء الله رمضان، اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله. كل خطره كما قلت لكم نشري حاجه، ما قدش نشري كل شيء خطره واحده. وشوفوا الدراهم باش يتلموا ما يتلموش، سورتو انايا من عندي انا بعدا ما يقعدوليش الدراهم. الو غير نحكم كاش حاجه نبغي نروح نشريها باش ما نخسرهمش في حاجه اخرى. شوفوا الدراهم ساهلين باش ينصرفوا، بصح صعب باش يتلموا، هذه قاعده دوها من عندي. الوغ نلم كيما نقولوا حنايا تفتوفه صغيره هكا، حاجه تاع 400 تاع 500 ولا، نروح نشري بها هذيك الحاجه اللي تكون خاصني كل خطره كيما هكا حتى نكمل كاع صوالحي ان شاء الله. كنت كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات شريت لي طابي تاع الكوزينه، نوعيه جيده ميم دي جديده، نوعيه دو بون كاليتي، تري بون كاليتي بليتو.
المهم كان خاصني لانا تاع الطابله وكان خاصني لو كوفير تاع الكراسه. الوغ اليوم واحد دايره في، شوف انا ما نروحش نجي لغيرها، انا ندير بروغرام في راسي شبا نشري، باش مشي من تروحي تما تلقاي روحك تشريتي حصوه ولا حوض اخرين، مشي خاصينك ولا مشي من المستلزمات، باسكو مدي جديده فيها بزاف الاغراء تغوي كاكا صوالح شابين من ناز، تلقي حاجه خاصتك خاصتك، ولكن واحد يدير وحده دير حاجه في راسها باش مي تروح تصرفها وتشريها هي ديريكتومون. الحاجه الاول كيما قلت لكم انا نوريكم لو كوفر تاع الكراسه اللي شريته، ها فوالا شريت هذا الموديل هكا، ها فوالا جاي كيما هكا كيما تشوفوه في الديسان. هذا في الحقيقه انا هذا لقيت عندها كيما هكا، ولكن الاغلبيه راهم غير لامينهم تلقاهم هكا بالسيس بالوي بالسيس دي كولور كاع عندهم، ولكن تلقاهم دايرينهم هكا لاستيك ولامينهم يبيعوا فيهم بالسيس. على راني نهضر على هاد الكاليتي، انا كنت نحوس على الكري سوغي هكا ولا لو كري ما كانش، الوغ جبت لو نوار تاني لو نوار يجي شباب بيسكو لا كويزين تاعي جايه في ال فلو غري ولا فلو غري وفلو بلون، الخامه في النوار لو ماليش نديروه في النوار تاني ان شاء الله يجوا شابين. شوفوا هذا وين غادي نحلهم معاكم، دائما نقول لكم اللي نبغي نحل حاجه تشوفوها معايا اون ديريكت، قلت لكم الا لقيتوهم ماشي في ماشي هكا في الساشي باسكو كاع ما يبيعوا فين كيما هكا. غنحل معاكم يجوا شابين في النوار، فوالا يجوا كيما هكا هاد الكاليتي هكا جايين هكا يجو فيهم هاد السيك هكا لداخل. دوك نبلاصي من بعد واحد ونوريه لكم كيفاش. هذا شريت انا نروح غير عند هذاك اللي وريته لكم وسقسيتوني عليه، شوفوا دخلوا انا ندخل مع الطريق تاع الجامع، طريق تاع الجامع وتطلعي ديريكتومون تروحي 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 ديريكتومون، كاين وين يبيعوا قش يبدو يبيعوا القشع الصغار الدوره تاع تاع الماشي ما تدخليش معاها، تزيدي لقدام تما تلقي واحد يبيع سيرتو سيرتو يبيع الصوالح لا كوزين بزاف، يبيع طابيات جاي حانوت غير صغير ولكن معمر، يبيع طابيات يبيع لي نابخون كاع الانواع، يبيع تلقيه برا ثاني عند الباب حاط لي بلاستيك تاع الطوابل هذاك لي غيدو هذاك تلقوا عنده صوالح شابين صدقوني، يبيع واحد الصوالح روعه كاليتي ولي بخيته وعاتاني شابين بزاف. انا راني دايره وما نعطيكم البلاصه غير ما غاديش نعطيكم البلاصه غير هكا. المهم شريت هذا فيه ستة، دوك من بعد نبلاصيه معاكم ونوريكم كيفاش يجي. دوككم غاديش تلقوه كيما هكا، الا ما لقيتوش كيما هكا ماشي لازم تلقوه كيما انا خلصته عنده، يبيع فيه واحد البري يبيع فيه 200,000 وعند الاخرين كاع 240. انا لقيت بقيت لها شوفوا للامانه كانت بقيت لها حبات، دخلت انا وحده دات علي لو مارون وانا ديت عليه، قال لي الاولى لو مارون ما عنديش، قال لي كملوا لي لي كولور، بقيت لي قال لي كل موديل بقات لي منها حبه زوج، انا قلنا نحوس على موديل واحد اخر حتى جبد لي لو باكي، قال لي هاني لقيت لك واحد في النوار. الو قلت لها عطيه لي هنا شكاين ايه هنا بالطوابل صح، هذا لي ساشي في كونجيلاسيون سيرابيت انا مانيش عارفه السيرابيت كي راهم يديروا ويروحوا لي. هذا شيتهم 25,000 سته تاع لي سيرفيات 25,000 سيرابيت كيما قلت لكم دائما ما يقعدوش. وشيت البنتي الطابليه باش تغسل لي المواعين، لا بنتي هذو الخشينات من الطوابل يديروا 20,000 نعاود نولو هنايا، قلت لكم السيرفيات 25,000 نروحو دروك لاناب، انا غادي نحلها ومن بعد نعاود نتلاقو ان شاء الله. هاي انا بنتي غلفت لكم الكرسي، ها شوفوا انا عندي هادو تاع الحديد ما عنديش تاع اللوح، عندي غير هاكا هادو تاع الحديد، ها لا غلفت عليه شوفوا كيفاش جا، ها شوفوا هذاك الكرسي عندي صغير بارابور للكوفر، ها شوفوا مرة كيفاش جا، ها فوالا شوفوا وصل حتى لتحت ومازال نورمالمون الكراسي هذوك يجيو طوال هاكا وكلشي، شوفوا ليبيسيغ تاعه مازال خاصه يزيد يدخل. المهم شيات هادو هما هادو هما الكوفر تاع الكراسة كيفاش يجو هكا، وهذا البلاستيك تاع الطابله شوفوا كيفاش شيته، شفتها جاي ثاني هكا في البلون كاسي بالكري، في هادو هكا لي كولور في الوسط باش تجي كوم يتخان في الطابله، تجي هكا في الوسط كوم يتخان. انا شيت فيها 2 متر باسكو الطابله تاعي كبيره بزاف، وان شاء الله من بعد نشيله غلاف داك ترونسبارون باش يقعد لي نقي، راكو عارفين هاد الزعفران حنا نديرو بزاف لي زيبيس، الوغ زعفران وكلشي، الوغ هذا شريت 40 في المتر هذا، هذا يجي شويه غليظ، المهم 40 هذا لو متر هاكا تشوفو فيه، دوك نديرها في الطابله ونوريها لكم إن شاء الله.
هذه هي شيات لنابلي طاب، راني بلاصيتها لكم باش تشوفوها كيفاش جات، باش تدو فكره اللي مهتم ما تحوس تشري. شوفوها كيفاش تجي. كلي راكو تلكم كلي راكو دايرين اون ترينك في الوسط، ولا هذاك ندير لها ان شاء الله خط اخر فوقها هذاك الشفاف باش تقعد لنا جديده. هذه هي كيفاش تجي. هذوك الكوفير بديرها داير لكم كوفير، ها ولا كيفاش يجي هكا. هادو مشيات مشترياتي، نتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو، بارطاج اليوم وكم تهلاو في رواحكم في صحتكم، نتلاقوا ان شاء الله في فيديوهات الجايين، والسلام عليكم.